الوصفات والأطباق. شكون اللي تقدم لكم وصفات الأطباق؟ شيف نادية أكيد لازم تكون حاضرة. واش راكي نادية؟ شراكي لاباس؟ خدعتيني، أنا ما كليتش الشوكولا ما تاكليش، باش كنت غير الناس عمري نسمع كنت بغي حاجة تعمل. أنا ما كليتش جبتها برك. صافا؟ صافا؟ أشكي شباب الألوان. شتي الألوان الدارجة. نحكي دخل الربيع ونلبسوا لي فولا غير. وهاد الألوان يعني الغاز بالفاغ راه داير حالة يعني الصيف. انا بديت دشنتو ما نبت ندير لكم كشطاب لا غوز بالفيغ عندك هي هذيك لا انا فلوز. مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. لازم نسمع هاد لافخاز باش نعرف بلي الو شيف ابدا. هاي عناديه هذه هي. يلا نذكركم بالرقم الهاتف اللي دائما يخدمكم في هذا المباشر 023 7294 راه يظهر امامكم اسفل الشاشه. وخلوني دائما نبدا بالسبونسور تاعنا اللي دائما ممولين اللي مرافقيننا في البرنامج. اول سبونسور اللي دائما على اليمين الوجدان بباتا غلاسي بانواعها الاربعه، شوكولا نوار، شوكولا بالحليب، بالبندق وشوكولا سوداء. نوار هي سوداء. كاين بندق حليب بالحليب وبندق وبيضاء بيضاء وبالبندق صافي كربعه هادو هما. عسيلة الوجدان كذلك حضر معنا دائما ويستعملوها لي شيف ديالنا في الحلويات ديالهم. عسيلة الوجدان وشوكولا للطالي غوتيلا كذلك للوجدان دائما. ثاني ممول معنا دائما في البرنامج مارغارين ماني لي كذلك يستعملوها لي شيف ديالنا بزاف في الطبخ وحتى في الحلويات. هكذا ناديه تكونفيرمي في الحلويات. ديروا رايهم بين العسل وماني سمعها جايه بقوه. صح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. نروحوا لثالث ممول للبرنامج افري بالماء ديالو اللي دائما محطوط معنا على طاوله التقديم بالاضافه الى العصير بانواعه. شحال كاين نقيل واحد الربعه ولا خمسه بزاف شابين نعرف السيترون اللي نحبه بزاف ونحب تاع العنب عنده ذوق رائع. افري وافروي بالماء والعصير تاعو. رابع ممول للبرنامج كذلك اواني اللي راهم دايرين حالي الغاشي كاع كيشوفوا ما عرفتش شنو صار ينزل يجري يتوالى ما عندناش ما عرفناش ناكلو. اواني لمحلات دلمي بالعلماء الاواني الذهبيه الرائعه اللي مزينا عطلاتو حتى بعض الاواني اللي نحطوهم معكم على طاوله التقديم. نبداو على بركه الله ناديه واش راح نديروا اليوم؟ مازلنا في تحضيرات تاع شهر رمضان. اليوم حنديروا مرق الدجاج صنع منزلي. هذوك لي كيب اوليون شرام شتي يضلوا يقولوا لنا ماشي صحيين ماشي صحيين. انا كل ما يقرب رمضان نخدم هكا كميه نولي نطيب بها. المكعبات هذوك المكعبات هذوك فوالا نخدمها صحيين. سي فغي ماهمش حيخرجوا 100% كيما هذوك لانه ما على بالناش واش نديروا فيهم، لكن على بالنا باللي صحيين فوالا. هذه هي. وحنديروا ليكيش بالسلق. تخي بيان. هذه هي. يلا الاشياء اللي طلبوهم اللي راهم حابينهم فوالا يشوفوهم. هذا كنت درته عندي واحد العامين وشغل ما عطينالوش حقه. كان الوقت زربنا اي تو صافي. وكانوا ديما يقولوا لك عاوديهم لنا عاوديهم. خلي تقولتي قرب رمضان انا دائما نخدم كميه بخاف نجوز بها شهر تاع رمضان احسن من هذاك اللي يتباع برا. ماشي راه برد؟ حسيت وي حسيت انا ندير في فيديو ما بقيتش عارفه واش غادي يكلي معك قلنا لكم سخانه صح ماشي لهاد الدرجه ماشي لهاد الدرجه برا انا رانا شغل ما عباليش فاش غادي نفقش غادي نفرغ تاع الشطف في كليماتيزا. يلا نبداو ناديه وانا نضرب طلع البث المباشر هكذا امو نشوف لك التعليقات. يلا ودير حالة لهنا المكعب تاع مرق الدجاج تاعنا واش فيه؟ فيه لي كاركاس تاع الدجاج. شوفوا قد ما ديروا له كاركاس تاع الدجاج قد ما ديروا له الجناحتين قد ما يجيكم ناجح احسن. علاش الجناحتين؟ ماشي تروحوا ديروا كويس ولا بلون، الجناحتين فيهم جيلاتين شتو كي نكونوا ناكلوا فيهم نحسهم شغل يتلاصقوا هكا. هذيك الجيلاتين هي اللي حتجمد لنا هذاك المكعب. هما البارح كنت نقرا عليه مليح. هاي ديروا غير الجناحتين مع شويه كرافس وخضر ويرحوهم بهم بالعظام. مع بها شغل ماشي صحيين هذوك اللي يتباعوا برا. تبعت واحد الدوكيومونتير قلت ياي ما جامي نزيد نشريهم. قال لك اللي يبغي يديروهم بالجناحتين هكا كيما راهم يطيبوهم بالكرافس ولي زيبيز ويرحوهم بهم بالعظم. بصح هذه عندي سخيال شتي حنا ما عندناش الدار. خلي نطفي هذيك الكلمات تاع البرد. قلت لكم دونك لهنا ما تكسروش راسكم مثلا تروحوا ديروا كويس ولا البلون ولا الدجاجه ولا او كونتخيغ لهنا قد ما ديروا العظم قد ما ديروا الجناحتين قد ما يجيكم ناجح هاد المكعبات هذوما. فوالا الكليماتيزر باسكو لحظه ثانيه حابه نشعل النار واحد البرد راهو في البلاطو. لهنايا قلت لكم عندي لي كاركاس وعندي الجناحتين. الجناحتين ديروا خمسه سته اربعه ثلاثه زوج ما يهمش، المهم قد ما ديروا العظام والجناحتين قد ما يجيكم جامد احسن.
لانه ما عندوش حنا عفسه راهي راح تجمده لنا، واش حيجمده لنا؟ تعاون لنا هذيك الجيلاتين اللي شويه في الجيلاتين طبيعيه في الجناحتين هي حتجمده لنا، وهذا اللي نخدمه ما بقاش حاش نقدروا نخلوه برا كيما هذاك اللي نشرو، يقعد دائما في الكونجيلاتور ونطيبو به. دونك عندي لي كاركاس والجناحتين، عندي شوفوا الشيء الضروري في هذه الوصفه، نقدروا نزيدوا فيها حوايج، نقدروا نقصوا فيها حوايج، لكن الضروري فيها هو الكرافس. كرافس شوفوا بالاعواد بالاوراق، راني دايره واحد جوج ولا ثلاثه هامليك لهنا، هادو ضروريين مع ربطه تاع الحشيش، هادو الاشياء الضروريه. مثلا لهنا زروديه تقدروا تستغناو عليها، الفلفل تقدروا تستغناو عليه، لكن الكرافس والحشيش ضروريين في هذه الوصفه. نسحق ليتاب الاولى الرند والقرفه، عود قرفه، عندي زوج حبات فلفل، زوج حبات جزر، زوج حبات طماطم، وزوج حبات بصل. فوالا. وعندي لهنايا واحد 3 سنين تاع الثوم، انا لهنا كوم صغار درت بزاف. وليتاب الثانيه فيها لي زيبيس، فيها بزاف لي زيبيس، ومن بعد نقول لكم شنو هما، ما نخلطها لكمش من دوكا. وفيها الزيت والفارين. ليتاب الاولى واش نديرو فيها؟ نديرو شويه زيت. لا كاين قالوا لي هذا لحقنا كما قلت لكم الطبق ولا واش راح تحضر لكم الشيف ناديه، مكعبات الدجاج اللي كنت طلبتهم بزاف منا انهم يكونوا حاضرين، ديجا حضرتهم لكن عندها بزاف من اللي حضرتهم، كاين ناس ربما يسحقوهم في هذا الشهر الكريم، فبما انه راهم تحضيرات مليح نحضروا هذه الاشياء اللي نسحقوهم. اليوم درت لهم غير تاع التحضيرات، لاباط تاع ليكيش، هذا ما يسحقوهم في رمضان. فوالا لهنا ندير كميه تاع الزيت، قسمه نقلي فقط. ندير قلت لكم الكرافس والحشيش، الكرافس ضروري في هذه الوصفه، فوالا هو اللي حيمد لكم البنه. عندي زوج حبات جزر، زوج حبات بصل، فوالا هادو حيديروا لكم كميه مليحه، وزوج حبات فلفل، وزوج حبات طماطم. ما نديرهمش دوكا طماطم، واحد الخمس دقائق نقلي ومن بعد ندير. وهذوك 3 سنين تاع الثوم، انا عندي لهنا الريسان شوفوا شحال صغيرين، الثوم راه زيد يجي صغار، درت بزاف، نحاول ديروا حوالي 3 سنين. يلا استقبل اتصال. الو 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 الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو شيف. وي حبيبتي مرحبا. مساء النور سمية. مساء النور حبيبتي، مرحبا بك. هدى من الصيف. شكون هدى من الصيف؟ هدى من الصيف. مرحبا بك هدى وكامل الناس الصيف. واش راكي يا سميه؟ والله الحمد لله، وانت واش راكي؟ وانا الحقيقه هذا الزمن ما نتقلقش باش نعرف واش نهضر بالده، وانا نعيط باش نحكي سميه. حبيبتي مرحبا بك، تعيشي. راكي بخير سميه، ماما كرايت بخير، داركم؟ والله الحمد لله يا رب، في نعمه في هذه الساعه الحمد لله. شاف نادي راهي بخير. الحمد لله. الحمد لله، سؤال عليكم. يعطيك الصحه على واش راكي تقدمي. بلا جميل حبيبتي. احنا لك اكل رائعه، جعلي شاف شاف هشام ام نوفل فيا. الحمد لله. اللي بدي شاف نادي، ما يعطيكم الصحه، نورتكم في الشروق. ان شاء الله يا رب، شكرا لك حبيبتي، شكرا. وكيف راك يا سميه؟ نعم؟ انا من معجبين تاعك، حبك بزاف بزاف بزاف. يا عمري حبيبتي تعيش، الله يعطيك ما تتمناي، شكرا لك. كلمو نحبك، نفطر بك في الو شيف، وما نتبعش بيك نجيب نفطر بك في جلسه ونسى. يعني راكي تشوفيني 7 ايام على 7 ايام. انا ولا جديد تهاوشوا في الليل، يقول لي خلي لي ليا لي كوموند نتفرج، نقول له لا اليوم راهي جايه السوميه، لازم نفرج السوميه. سلمي لي عليه، ربي يحفظه لك ان شاء الله، تعيشي حبيبتي، شكرا، شهاده نعتز بها من عندك. ولدي نحبك ونحوس عليك، راح قريتي وحده كتبت لك ما خرجتش عليك لا زرت شباب، جات لي صاف جات لي هبل، ما كان حتى لون يديك شباب، كلش يديك مهبل. ربيع انا ما عنديش مشكل مع الالوان، كامل اللي كولور نلبسهم، من شعر نبقس كالكولور ما عنديش مشكل معاها، نحب الالوان. انا ما عندي مشكل معاها حتى لو، انا ما عندي مشكل اللي يقول سونيه ما جاتك حاجه دي كونترو، كلش يديك مهبل. الله يعطيك ما تتمنى حبيبتي تعيشي. شكرا لك. والله 99% على هذا الاتصال، عيط باش نهضر معاك وباش نقول لك باللي نحبك بزاف. حبيبتي تعيشي، شكرا. وشكرا جزيلا على الحصه اللي تقدمي فيها، وان شاء الله مشوار مليء بالنجاح بكل. شكرا لك حبيبتي، شكرا، الله يعطيك ما تتمناي. الله يعطيك ما تتمناي، وشكر جزيل للشيف ناديه كاع اللي شاف اللي عجبوا على سؤال وشاف. اكيد تحياتنا ليهم، الكل شاف مر من خلال البرنامج وقدم وصفات وفاد الناس باشياء قدمها.
يعطيكم الصحة. وراني بدات في حصة ليدي موراها تاع العلايب وقدمت، يعني قلت لهم سلموني على التومية حبيبتي، قلت لهم اسمعوا لي درا التومية غدوة تقولها وخبني وراهم حبيبي لأنها محظوظة اليوم اللي درت معاكم ونقول لك سلام حاضري. حبيبتي تعيشي تعيشي، شكرا لك. كاكي قدامي هكذا نعنقك، للأسف مكالمة هاتفية، لكن يعطيك الصحة وشكرا على هذا الحب وهذه نعمة من عند ربي الحمد لله. ربي يحفظك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، يا رب في ايام مباركه ان شاء الله يعطيك ربي ما تتمنى. دعاء الغائب راه مستجاب، انا عم غايب عليك بس ديما نجي لك. يا عم زيدي دعي مع الناديه معايا كثري نعم. الله ان شاء الله يعطيكم ما تتمنى ان شاء الله. يا ربي كاع المسلمين بصح نسيتي نحبك بزاف. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله يا ربي ربي يتقبل منك دعائك وشكرا جزيلا. حشمتينا حنولي هكا ماروك وشغل هادو قوي في ماروك مارو انا حابه انا اللي عندي واحد الفطر وانا معيط على جوج هادو الناس باك على جوج باش نقول لك نحبك هي وشكرا وان شاء الله يا ربي في جلسة وانت ديونا التليفون راه معيط باش نقرا باك ونقول لك نحبك برك. ربي يخليك. شوفي مالغري مانيش نسمع بيان قاتك نحوس معايا في التلسة وستغدا نقول لك نحبك. يا عمري الله يعطيك ما تتمنى كما تقول نادية تحبك الجنة وشكرا لك حبيبتي وأنا كامل نحبكم. الناس اللي قدروا يعيطوا لي اللي ما قدروش يعيطوا لي، ما من اللي ما يحبونيش أنا نحبهم يا سيدي، ما عندي مشكل مع حتى واحد الحمد لله. إن شاء الله رمضان كريم إن شاء الله. أنت تاني صحة رمضانك. صحة رمضانك إن شاء الله تصومي في الصحة والهنا وإن شاء الله نتلاقاو في كأس الخير. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. حبيبتي تسلم على السلامة. تعيشي مع السلامة شكرا شكرا مع السلامة حبيبتي شكرا مع السلامة. يلا اتصال رائع من عند سيدة اللي نحيوها ونحيو كامل العائلة تاعها نادية للأسف لا غالب دارت يعني العديد من وقتك وانا ما نحبش يعني وقت اللي شاف يضيعوا لكن الله غالب يرطبوا لنا الجو كما يقولوا فوالا ويكثر خيرهم كما يقولوا هذا خير ربي انه الناس يحبوا فوالا. يلا نادية نعاودوا نرجعوا للوصف تاعنا، قلنا اليوم مكعبات دجاج اللي كان ديجا حضرت معاكم الشيف نادية اللي تقدروا تحضروهم في البيت بلا ما تشروهم ما نعرفوش واش فيهم ماده حافظه ما نعرفوش واش كاين فيهم سختو المواد الحافظه فيهم بزاف هذوك المكعبات. يقول لك انا قريت خطره واحد لاختي في العلم قال لك حتى بعد شهر يعني يتسبوا في مرض السرطان مسرطنه يقولوا كاع يديكونسيونا حنا الله غالب نطيبوا بهم انا وحده نطيب بهم على هذا الجيل تاعنا بزاف تلقاهم صغار فيهم الكونسيون في المرض هذوك كيفاش راهو يتسبب. ربي يشافينا ويعافينا يا رب ويشافي جميع المرضى يا رب. ناديه كنا درنا الزيت الصدر تاع دجاج قلنا الاجنحه هي اللي تساعد باش تلم لنا هذاك الخليط، ضفنا معها حبات عبصل كبيره مقطعه زوج حبات عبصل كبار مقطعين، ثلاث سنين تاع ثوم ولا الا كانوا صغار نديروا حتى لستة. زيدي واش درتي الكرافس؟ الكرافس يكون كميه كبيره فوالا كميه مليحه، ربع حشيش، زوج حبات فلفل، زوج حبات الجزر، وزوج حبات طماطم. نحيت لهم القلب ثم نحيت لهم الزريعه باش كي نرحي ما تقعديش هذيك الزريعه، مادام ني ندير في حاجه صحيه ماذا بيا ندير لهم حاجه مليحه. كلش صحي صح. شوفوا لهنا كلش حيترحى، ماشي تقولوا زعما حنرحيه نروح ندير طوماطيش زعما حبه طوماطيش خسرت لي ولا، او كونتخيغ مادام حيترحى وحنبنن به الماكله ندير له دي برودوي ملاح، طوماطيش نشري حبيبات شابين ويكونوا حموره حتى القلب ديالهم، انا كاين اللي حبات دوكا شفت القلب تاعهم خضر كنت نحيته كامل باش كي نرحي ثماني نحوس على حاجه تعطيني البنه اكثر. قلت لهم لي كاركاس قد ما ديروا تاع ديروا 4 5 شفتوا اللي درتو في قدره كبيره قد ما مليح ليكم، والجناحتين 4 5 هكا قد ما يديروا ثاني مليح ليهم. سي با لا بين يروحوا يديروا لي كويس ولا هذا بالنسبه لمكعبات الدجاج. اه كاين تاع اللحم هذوك تاع اللحم يديروه ابوبخي بنفس الطريقه، ينقصوا ويزيدوا خضره لكن يديروا العظم تاع البقري. فوالا هذه هي، ولي زيتيس يتبدلوا شويه لانه هدايا تاع الدجاج حنديروا ايتي تاع الدجاج حنديروا الكركم، هذا الكركم يمشي مع الكندير مع الدجاج، كي نديروا تاع اللحم نديروه عطيتيني عيني ديك شنو نديروا تاع اللحم. وهي شوفي المكعب انا وحده من الناس مكعبات تاع الدجاج نحبهم اكثر من تاع اللحم، ما تاع اللحم ما تجيني في بنت شحم ولا ما على باليش. نقلي لهنايا شويه فقط باش هذوك البصل والفلفل يتلقوا لي هذيك الريحه ديجا مزاو يعطوا لنا واحد الريحه لهنايا راكو تعرفوا البصل والفلفل كي نقلوهم يندوا ريحه بنينه ومنها ينشف لي هذاك الماء تاع الدجاج. بعد ما يتقلاو لي هكا شويه واش ندير؟ ندير طماطم. طماطم ما حبيتش نديرها مع الاول باش ما تلقليش الماء لهنا في ليتاب الاولى نديروا زوج رند وواحد عود قرفه فقط ونديروا الطماطم.
ليتاب دوزيام فيها بزاف لي زيبيس، فيها الزيت، فيها الفارينه، كي يطيبوا هادوما باش نوري لهم ليتاب دوزيام. دوزيام يلا، قلنا مكعب الدجاج، كنا نذكر معكم الوصفه، كنا درنا الزيت في طنجره، درنا الزيت لي كاركاس تاع ولا الكاركاس تاع الدجاجه ولا تاع الزر هذاك اللي نشروه يتباعوا هكذا ثاني يتباعوا. مع جناحتين كنا نقيناهم ودرناهم قليناهم بالزيت، زوج حبات تاع بصل الكبار، ثلاث سنين تاعتهم، كرافس ثلاث ورقات ولا يعني كبار شتوهم بالاوراق تاعهم والاقسام تاعهم، واحده حشيش، ربطه كامله حشيش، ربطه كامله حشيش ولا قصبر، كل واحد كيفاش يسمي حشيش ولا قصبر. نديروا كذلك حبه تاع طرشي، زوج تاع طرشي وزوج حبات جزر عفوا، قطعناهم قطع قليناهم كامل مع بعضهم، وضفنا الان ضفنا الطماطم بعد ما تكون طماطم حمراء، ونحط لها الزريعه تاعها باش ما تجيناش في فوالا كاين الحوم ما نلقاوهاش هكاك لهنايا، يقدروا مثلا ما عندهمش زروديه يقدروا ينقصوها، يقدروا ما يديروهاش فوالا. لكن احنا علاش نسيتيو على زروديه وهي وفلفل شتي يجوا حلوين الوغ لا الفلفل الحمر هي نورمالمون تجي معاهم ثاني حبه فلفل حمر، انا ما لقيتش اليوم في المارشي الوغ درت خضر. نخيروا الفواكه اللي تمد الحلاوه وتمد البنه ونعرفوا الفيتامين كامل واش فيهم، مثلا زروديه شتيها شحال مليحه نديرها في هذا الطبق. لكن هنا نقدر نستغنى على حبه فلفل، مثلا طماطم عندي عندي غير حبه نقدر ندير حبه فقط. وشنو هو الضروري هما هذوك الجناحتين والكرافس والجزر. ما حبيت نقص هكا شويه في الكونتيتي ولا نقص النوع نقدر نقص، كون نقدر نزيد حاجه مثلا عندي طرف كابويا في الدار نقدر نزيده، لكن هذه لاباس تاع المارق تاع الدجاج. انا كوم حنديرو في الدار نشوف عفايس يساعدوني نعرف فيهم الفيتامين ونعرف فيهم الحلاوه، هنا لازم نديرو عفه اللي تمدنا الحلاوه اكثر. هذه هي تخبي. يلا كترونا من لي غراتان، البارح كنا درنا غراتان بزاف 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 بنين الوغ لا هذيك لاصوص تاع الدجاج. غير رحت للدار الحشيه كنت عند صاحبتي ريما كامل تقساوني نسخاوتها كامل تقساوني سميه قولي لي هذاك الروز بنين، قلت لهم جربوا صراحه لانه فعلا رائع بنين. واللي تبعوني على انستغرام كنت حطيت لكم لي فوتو باش ناديه باش كانت تاكل، اللي ما عندهمش انستغرام دوكا فالكم تيلمون بنين. بهادي يوسف المخرج ناديه كامل الوالح بهادي على هذاك الروز، حقيقه انا ما نحبش بزاف الروز لكن الذوق تاعو البارح رائع، وخاصه لاصوص هذيك اللي درتيها ناديه. وحده ما نعجبني كون كان دار بني شويه صح ما شاء الله صح كي كان هكاك معسل يشهي لهنا يتقلاو شويه ومن بعد النمرق. لهنا لا شتوني ما درت لا ملح لا ريزيبيس لا حتى حاجه من غير القرفه والرند. لهنايا ثاني تبعت في المشارقه يديروا يزيدوا القرنفل يزيدوا الهيل ايتو، لكن حنا ما عندناش نحبوش بزاف هذوك ليغو، لانه مثلا هذا المكعب مالق دجاج تقدري حد ديريه انت كحطيبي ديريه في شوربه ديريه في طعام ديريه صح يعاود يبدل لك كامل يسمى. لهنايا واحد ديروا حاجه اللي تاكلوها نتوما، ما نروحش ندير الهيل والقرنفل ايتو راهم رايحين يخسروا لي الكو. اباغي زعما الا خدمت زوج انواع قال هذا نخدم به الروز نخدم به بزاف حوايج وهذا نخدم به الشربه ايتو، لكن انا بريفير نخدموا هكا ستوندار غادي نخدموا به كلش. واش تعليقات؟ سميه بدلوا لنا شويه راكم غير في الوصفات تاع رمضان ديروا لنا وصفات تاع شعبان، احنا نقولوا نشعبنوا بوصفات تاع بغرير مسمن كيما الاطباق التقليديه باه نودعوا شعبان ونستقبلوا رمضان بالصحه والهنا. مليحه وي بوني فكره. غدوه ندعوا شعبان انا وياك. وي لانه غدوه النهار الاخر نتاع انا وياك بريميجور. يا كني قلبي ليش شنو درتي بغرير؟ ممكن عليك ربي وديري بغرير غدوه. نديرو كش حاجه فعل كيما قالت المراه ان شاء الله. انا سمعت بها هذه زعما نديرو تقليدي في شعبان، مي كانت عطيناها كاين نديرو بها الفعل تودي لشهر شعبان ان شاء الله يا ربي يدخل علينا شهر رمضان بالصحه والعافيه. و شوفوا لهنا مرقوا حتى تغطوا الخضار تاعكم مع الدجاج. لهنا انا مانيش حنغطيهم كامل لانه هو يحب الوقت باش يطيب وينشف، انا مش حنغطيه نغطيه غير قسمه يطيبوا لي الخضار. لكن في الدار شوفوا هو صح مارق دجاج ايتو بصح تبعوا هاد لي زيتاب اللي نعطيهم لكم، مرقوه مليح غطيو الدجاج حتى يفوتوا هكا، مثلا الدجاج هنا نزيد نغطيه اكثر ونخليه يطيب على نار قليله ساعه ساعه ونص، هو ما فيه والو غير عظم الخضره، بصح الخضره قد ما راهي طيب بالعقل وهذوك العظومه ما يطيبوا بالعقل قد ما يتلقوا لي فيتامين تاعهم. لهنا لو بوت انه نسحقوا لي فيتامين تاع هذه الوصفه.
دونك لهنا غطوهم مليح بالماء ونقصوا له وخليها وي طيبي طيبي طيب حتى يتحرح، معليش يتحرحر لكم كلش على النار قليله. انا لهنا راني زايده النار وما درتش الماء بزاف باش يطيب لي لهلح. يلا اذا كاين اتصال تستقبلوا اتصال يوسف ولا نقراو شويه لي كومونتير. يلا اتصال كان يستنى. الو الو مساء السعاده والهناء. مساء الحب. فاطمه مساءك ورود يا زهرة الشروق. حبيبتي فاطمه واش راكي؟ لاباس الحمد لله. فاطمه كانت اتصلت بيا عندها يا ربي 4 ايام هكذاك. فاطمه اكيد كنت غايبه نهار اللي كنت غايبه مسكينه عيطت نهار اللي كنت في الدونتيست خطر لي اللي فات. الله عليك تحيرت عليك حبيبتي تعيشي الله يحفظك. سمعت صوتك فرحت ورديتي عليا التليفون فرحت. يا عمري فاطمه واش راكي؟ والله الحمد لله. الحمد لله. فاطمه متصله وفيه للناس اللي ربما ما يعرفوش حتى وانا نقول كاع الناس يعرفوها لكل البرامج ماشي غير برنامج الوشه وفيه القناه الشروق. اكيد تشارك ذكيه مثقفه انسانه رائعه. الاروع والاجمل مع الاخت ناديه. حبيبتي فاطمه ويعني فاطمه للناس اللي ما يعرفوهاش هي يعني ما تشوفش لكن تتبع كل برامجنا وتعرفنا بالواحد وتقصي صديقاتها تقول لهم سومية كيفاش دايره ونادية كيفاش دايره شعرها وتشوفنا بقلبها. يا عمري حبيبتي انا نجي لك وتوشي وديري واش حبيتي. ديري واش حبيتي حبيبتي تعيشي. والله سمية في الحقيقة أنا نقول لك راكي في المستوى. يا عمري إن شاء الله واصلة لهذا المنوال اللي راكي فيه. شكرا. وراكي منورة الشاشة حبيبي. الحصة بلا سمية وبلا نادية ما عنديش حصة. يا عمري تعيشي تعيشي. يحيى العدل. أنا بعد نحيا وشوفي كي تسمع الصوت نتاع سمية وبلا نادية في المباشر تتقيني والله لأنه نديروا الشغب احنا شغل احنا الجروب تاع الشغب. والله. انا وياها من عندك نقولها شوفي ما تشوفي فيا ما نشوفك باسكو يحكمنا الضعف ويحكمنا نقولها تعيش شو دي بلاستيك مش دي بلاستيك. اكيد كنت لاقاو معها شويه دردشه ومعها صح لازم هكا باش نرفعوا عليكم طرف طرف لكن دائما كما نقولوا فاتحين لينا قلوبكم ودردشوا مع المشاهدين. أكيد. هذا اللي يزيد جمال وبهاء البرنامج. الحمد لله يا رب الحمد لله شهاده نعتز بها من عندك فاطمه. اكيد والله الشيء كذلك اللي جاب فيا نفس الانتباه تاعي انا اولا نشكر الله سبحانه وتعالى والشروق اللي عرفتني كذلك واحد الصديقات وفيات اللي عيطوني وتستفرحت فرحت وتقطعوا عليا نصيره من البليده نورا عندها بزاف ما اتصلت نورا الشلاله وفاطمه من الصغالين هذو كل اتصلوا بيا وشرفوني وشرفتني الاتصالات نتاعهم تسقيني الاخت سميه والله صديقات ما تعرفهمش يبعثوا على رقمك صح صح والله العظيم على بالك يكبروا في عينيك الحمد لله. اكيد وحتى حتى انت انسانه ما شاء الله فاطمه حتى يعني لقاو فيك الطيبه والوفاء حتى طلبوا رقمك. اكيد ونسال على برنامج رمضان في الدار هل يبث خلال شهر رمضان؟ اكيد راح يبث وراح يكون معكم لطفي ان شاء الله عيشوني وايمان جنادي وراح يكون رياض بن عمر واكرام كفيف. سمية ونادية في الو شاب احنا نتعاقبوا ونحب نطيب قبل الناس احنا معاقبين في شهر رمضان نشموا الطياب بنزيدوا ندخلوا نطيبوا. قدمكم الوصفات كامل اللي راكم تقدموهم للمشاهد الكريم كلهم الوصفات مجربه وما شاء الله صدقيني لما راكم تديروا هاد الوصفات يا ريت نقعد نقول في قلبي نادي انا ما تبحتي لي الطبق من الاطباق اللي تقدمي ارواح شوفي جوزي رمضان باش ما نعرضوكش في رمضان يقولوا رمضان خلاوها يعني وحدها ارواحي مر رمضان ان شاء الله وندير لك واش حبيتي تاكلي. مرحبا ولا غير من عيوني. مرحبا بكم الجنه وربي يحفظكم ونحيي كاع زميلاتي اللي خدموا معايا خاصه حليمه الدحاوي وكاع العائله نتاعها والابناء نتاعها يوسف وفاروق وكل من يعرف فاطمه في اي مكان كل يعرفني ويحب فاطمه انا نقول لهم نرحب بكم ونحبكم نحبكم نحبكم مليار. تعيشي حبيبتي تعيشي فاطمه. سمية دائما انت متالقه وراكي منوره الشاشه وواصله لهذا المنوال ونتمنى ان شاء الله ما تغيبيش علينا. ان شاء الله يا رب ان شاء الله حبيبتي. ساعات على بالك تبقى بلاصتك خلاص. يا عمري تعيشي حبيبتي فاطمه شكرا ليك. ونحيي اكرام كفيف كذلك اللي كانت كيف ما نقولوا قد ما كنت غايبه كانت كذلك. اكيد شكرا ليها زميله شكرا لاكرام اكيد. كبيره ليها منال الغضاب كل من رافقني ولا شد يعني مكاني كي كنت غايبه كنت في مع التورناج وفي رمضان ان شاء الله حتكون معايا زميلتي زهره. زهره تحياتي تحيه كبيره لها هي والاخ صالح اللي في برنامج صباح الشروق كل فريق الاعداد تحيه كبيره لفريق الاعداد وكاميرا مان وكل اللي راهم واقفين في خدمه
الوطن والمواطن، وراهم واقفين معانا ويخدموا في المشاهد الكريم، راهم كما نقولوا على قدم وساق يخدمونا بكل حب وتفاني. شكرا حبيبتي. شوفي من للامانه يوسف راه يهضر معايا في لاباسي، المخرج تاعنا يوسف تيغرام راه يقول لي سلمي عليها من اعز الناس اللي نحبوهم ونحبوا اتصالاتهم ونفرحوا لما نسمعوا صوتهم. ان شاء الله انت مخرج رائعا ومتالقا ان شاء الله يا رب العالمين، وان شاء الله تقوموا بالصحه ولنا ان شاء الله. ان شاء الله التوفيق، نتمنى لهذه القناه النجاح والتوفيق ان شاء الله، واحسن قناه اللي هي قناه الشروق، القناه الرائده اللي انا عندي القناه المفضله على مستوى الجزائر. حبيبتي حبيبتي شكرا لك فاطمه. شكرا. تحياتي لاخت ناديه واخت سميه وكل فريق الاعداد اللي راه يعمل هذا المساء. شكرا لك حبيبتي، صحه رمضانك وان شاء الله نسمعوا صوتك في رمضان فاطمه ما شاء الله، وتشاركي معنا عوفية. أما أنتم إخوة رائعون كما أنتم. حبيبتي شكرا 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 فاطمة، شكرا لك. يلا راحت فاطمة. فاطمة أيوب، يعني هاد الناس تحسهم شغل خلاص أبناء الدار كما يقولوا، بالرغم يعني من أنا ما نقولش إعاقة، لأنه الإعاقة هي اللي الإعاقة اللي نلقاوها في القلب الإنسان المعاق، في قلبه في تفكيره في أنه ما يشوفش ولا ما يقدرش يمشي، ولا عندنا ناس يحبونا وناس نجحوا في حياتهم يعني وتحداوا هاد الإعاقات اللي كانت عندهم. صح والله. فشوفوا الطيبة والوفاء والأشياء الجميلة اللي كنت تمسفيها. قلت لك نهار اللي مرضت ماما في السبيطار، عيطوا لي في السبيطار تاع الغلاط، قالوا لي وحده يتعيط. قلت شكون مدير باسكو كنت شويه تافهه، لقيتها فاطمه جابت النيميرو تاع السبيطار تاع الغلاط وعيطت باش تصبح على ماما. فالف تحيه ليها وربي يحفظها. كما قلتي الاعاقه راهي في الذهن. صح ولا غير اللي يكون تفكيره خاطئ ولا يشك في الناس والاخر، هذه هي الاعاقه. انا بو موا ماشي. يلا نعاودوا نرجعوا للطبخه. ربي يحفظها. على سيره نوره كثر شلاله، عيطت كي كنتي غايبه، بقيتي وجهي لها التحيه بزاف بزاف. مسكينه صح، كان طلب الرحمه تاعي والله ما اتصلت بها. صح نوره سمحي لي، وكل الناس اللي ربما ما قدرتش اتصل بهم خاصه هذو الايامات مع توجد سكتوا برك. يلا نعاودوا نرجعوا. يلا يوسف يطلب مني انه نخرجوا فاصل، اول فاصل اشهاري للبرنامج، بعدها راح نعاود نرجع لكم الوصفات. سمحونا اليوم يعني كانوا اتصالات الناس ما نقدروش نرجعوهم، لكن ما رطيت والو، حنعاود لكم الوصفه فيما بعد او بعد هذا الفاصل. إذن عاودنا ولينا بعد هذا الفاصل، دائما متواصلين معكم في برنامجكم آلو شيف، اكيد بالاطباق اللي حضرنا لكم لنهار اليوم. ما فاتكمش بزاف، كنا درنا مكعبات الدجاج اللي كانت حضرتهم ديجا معكم الشيف ناديه، لكن بما انه يعني مابقاتش ايام ونستقبلوا شهر الفضيل، حبينا نعاود لكم هذه الوصفه. الناس اللي راهي تحضر ودير تحضيرات لشهر رمضان، كنا درنا مكعبات الدجاج، قلت لكم درنا المرق تاعهم يطيب، كنا درنا في قدره شويه زيت لكركاس او صدر تاع الدجاج بعد ما نحينا له الدجاج تاعو، نستحضروا فقط بهذاك العظام ديالو. درنا جناحتين لانهم فيهم ماده الجيلاتين اللي راح تساعدنا انه هاد المكعبات يشدوا ارواحهم. عجبوني راهي تخدم في ليبي شغل هذوك عثمان عريوات كي كان. خصكم درنا عفوا قدرة، درنا فيها الزيت، درنا فيها هذوك الصدر تاع الدجاج منزوع يعني الدجاج تاعو كامل، درنا فيها الجناحتين تاع الدجاج، درنا فيها زوج حبات تاع بصل مقطعين، درنا فيها زوج حبات تاع طرشي كذلك مقطعين، درنا فيها زوج حبات تاع جزر، سنينه تاع الثوم حوالي 3 سنينات الا كانوا كبار، الا كانوا صغار تلحقوا حتى 6، الكرافس و الكرفس صحت 3 ورقات بهم بالاغصان تاعهم، وربطه تاع حشيش كامله. هذا ما كان، ما درنا ني ملح ني والو، مازال ما درت والو. لي طاب دوزيام نديرو لي زيبيس الملح ومن بعد الماء. تخي بيان، ومرقناهم وراهم يطيبوا، من الاحسن انهم يطيبوا على نار هاديه. هكذا يوسف يقول لي ذكري بالرقم الهاتف 03-27-92-94، هذا الرقم راه محافظينه كامل. واش بها مرقاني مان؟ والو حبيتي مرقاني مان؟ نزلت لك تكملي نسمعها. هلا لهنايا نروحوا للعجينه تاع الكيش. هذه العجينه هي البغيزي، تقدروا ديروا بها المملحات ولي سوكري، كم تقدروا تخلوها غير المملحات. شوفوا من دوكا تقدروا تخدموا شويه لي فوندو دو تارت، طيبوهم وتحطوهم في الكونجيلاتور، ميم ماشي طايبين تقدروا تخلوهم في الكونجيلاتور. بصح لي عندهم كونجيلاتور سبيسيال هكا غاطو ولا باش ما تعطيلكش الريحه تاع الكونجيلاتور فيهم. العجينه نقدروا نخدموها ونخبوها هكاك، نقدروا نخدموها طايبه، نقدروا نخبوها هكاك خضره، نقدروا نخدموها هكاك في ليمون. تسمى هذه العجينه تصلح لكم لكلش، كونوا حد ديروها مملحات، تقدروا ديروا لها زعفران باش تعطوا لها شويه لا كولور، زيدوا لها شويه تاع الكمون باش نمدوا لها، زيدوا لها شويه اعشاب شويه زعتر باش تبان باللي مالحه. حبينا نديروها حلوه نزيدوا لها ملعقه تاع السكر فقط. وشنو هذه العجينه ما تجيش طريه، تجي كروسيانت، لانه لي صالح يحبوا حاجه كروسيانت ماشي حاجه طريه كيما انا تحبي. نحبش هذيك كي هذيك طريه فوالا تقديمه بيتا شغل. فوالا
هذه هي اللي تصلح البغيزي لهاد المملحات ولا لي كيش ولا لي تختال ولا هلا. لهنايا عندنا 250 غرام فارينة هلا، ملعقة صغيرة تاع ملح، و 50 غرام ماء بارد نورمالمون بارد من الفريجيدار. معليش انا راني ندير لانه كي يكون بارد حيعاون. واش درنا نتو؟ سلامات سلامات. نطيح سؤال الحلة راهي جابت لي 200 حلة جوا الحين نضاربوا معاك الجيران. لي ساعدني نخدم بها وحدي كنت ليا. زوج مازال زوج واحد اخرين. نادية. ناجي رمضان ما كانش مضاربك. يلا واش درنا؟ درت لهنا 250 غرام فارينة دوماج ما جبتش الكاس كون كيلت لها. بالكاس زوج كيسان؟ دوك نقولوا لك كاس يرفد تقريبا 140 يسمى كاس، وكاس ناقص منه واحد الاندو. لانه كان ديرو زوج كيسان تولي 280 تسمى ناقصوا واحد الملعقة معمرة مليح يولي لنا كاس، وكاس ناقص منه واحد صبع هكاك. ملعقة صغيرة تاع ملح نخلطها. قلت لكم حبيتوا ديروها للموالح زيدوا لها شويه كركم ولا زعفران نرجيكم صفرة، ولا رشه خفيفه تاع الكمون حتمد بنة رائعه، ولا تزيدوا لها زعتره ولا لي زيرب دو بروفانس. لهنايا عندي 125 غرام مارغرين ماني. ها هاي وزنتيها ديجا؟ لا لا ما وزنتهاش، ما حبشيش هاللي الميزان بصح شغل درت دي كالكول قسمتها على أربعة. هلا 125 غرام مارغرين ماني، نسحق صفار بيضة. هلا شوف اصلا يعني بلا ما يوزن عينه هي ميزان، احنا نعطوه المقادير مضبوطة. تخرج لي اكزاكت توالفي فوالا. صفار بيضة و50 غرام ما، لهنا هاد المقادير مضبوطة. 50 غرام ما من بعد شويه نقول لكم ابري شحال تجيب الكاس، ولا نقولها لكم بالملعقه. بالملعقه خير. يلا قلنا هذه لاباط اللي نستعملوها للمملحات، وكذلك لاباط صاب لي اخي بغيزي للمملحات، و كذلك التحليه تاعنا اللي نخدموا لي طاقه. تخدمي اون بات تقول لك غير دير لي مالح وحلو، صح تقدروا ما تضيفوا لها والو تخلوها كيما راهي تجوز للمالح والحلو. حلا كنتو حديروا غير مالح زيدوا لها شويه زعتر شويه اعشاب نكهوها تنكوها. لا كنتو حديروها حلوه زيدوا لها ملعقه تاع السكر. لكن هكا تخلوها ناتشر تخدموا بها كلش. انا شفتي هكا وجاي رمضان تخدموا هكا وطيبوهم. نفحت لك تجبدي تعمريها بالسكري، نفحت لك تعمريها بالملح. شحال يشدوا زعما يقعدوا 30 يوم يقدروا زعما حبه عفسه تقعد 30 ما يصرا لهم والو. شربات قعد حبي طيبيهم وكي تجبدي تعمري فقط تحبي ما طيبيهمش. اللي عنده ليسباس كونجيلاتور انا نديرهم هكاك بيهم بالمول تاعهم ونرمي في الكونجيلاتور وبعد نجبد فقط ونديرهم يطيبوا. لهنا الصفار بيضاء مع وحده زوج ثلاثه اربعه ملاعق تاع ماء اللي هي 50 غرام ماء دو بريفيرونس يكون جبتوه من الفريجيدار. نحل هذاك الصفار مع هذاك الماء ونبسس هذه العجينه ديالي. شحال جاتك من المغرب تاعنا؟ أربعة. فوالا ندخل الزبدة هادي مليح في الفارينة. شوفوا هكا بسبعة أيام نرملوها باش تجينا لاباط بنينة. فوالا يوسف الله يبارك ما شاء الله. يوسف يقول لي دي مرة الباتر تاعنا لما يشوف يديها وخاصة هذيك الخفة خلاص وعرفت تقول له يوسف. هلا شوفوا لهنا بسستها حتى جاتني مرمله. ها هي مرمله. ندير هكا حفره هذاك الصفار بيض مع اربعه ملاعق تاع ماء نلمو بهم العجينه، نلمو بلا ما نعجنو باش لاباط تجيني كروسيونت ما تجينيش مدلوكه كما الخبز. راني نلم فقط غير بسبعتيه. هلا يلا تحيه كبيره لزميلتي صفيه جاوت اللي راهي في لاريجي قالت لي جاتكم ضيفه ف مرحبا بها. عندنا عصا نطيبوها اليوم. اه راح نطيبوا ليكيش. ليكيش تاكل كيما عرض على ليكيش. حنا اللي جانا ما يروحش هكاك ياكل عفسه. وعندنا افروي خلاص حاجه ما تخف. فطري شويه تاكلي شويه. فوالا شوفوا لهنا هذوك المقادير مضبوطه ما تزيدوا لا ما لا البيض، تقعدوا تلموا غير بالعقل حتى تلم لكم باش لاباط تجيكم صحيحه. ما تقعدوش مثلا تشوفوها ما تلمتش، ها انا مع الاول ما تلمتليش رحت معاها غير بالعقل. حلو
250 غرام مارغرين فارينة. فارينة 125 مارغرين 250 غرام فارينة و 125 غرام مارغرين هكذا وصفار تاع بيضة حليناه بربع مغارف تاع ماء فوالا تخيل بيان درنا يعني الصفار ماهوش حيلمها لك هي الوصفة على باز واش فيها فيها حبابيت كاملة وهذيك الحبة تاع البيض كي تلمي بيها واش يخصك تكمليه ما ملعقة ولا زوج ومن بعد لي غوسيت بداو يتطوروا باش تجيك بنينه اكثر شافوا بلي صفار تاع البيض يمد قرمشه ويمد بنه احسن من كي يكون البياض نحاو داك البياض وخلفوه بالماء لازم انت تطلعي الطبخ وتعطيني هذه الحكايه نحسوا حين نقرا في التاريخ تاريخ الطبخ ليك انا نقول لكم كل واحد والمهنه تاعو يعني شوفوا لهنا مانيش نعجن نسموه هذا فخازي شغل نحلها باش لي زانغريديون يدخلوا كامل في بعضهم بعد فوالا جيني بزاف كروسيونط لاباط كي ندير هاد الطريق فوالا هكا فقط غير باللابوم تاع اليدين خطره ولا زوج ونلمها نحلوها بالكف تاعنا فوالا نلمها نخليها تريح تريح هي بصح شغل نورمالمون ما تجيش طريه اللي نو ما تجيش طريه دوك شويه غير تريح تتلق روحها لا فاغي نشري كي تكوني شغل تضارب معاك تي ضربي هي ضربي تشد روحها تريح 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه ساعه يومين نهار ما يهمش هاكو حتخدموا هذوك تريح 10 دقائق لو طون توجدوا الحشو وتروحوا تخدموا بها درتو كميه كبيره قسموها على 4 نص في الكونجيلاتور مخصو حطوه لتحت الفريجيدر قال غدوه نخدم به ما يخسرش عليه في البيض لا لا بصح ما تقعدلكش 3 ايام 4 ولا انت يومين ولا زعما قال انا نخدم بها غدوه اه ما كاينش حتخدمي بها تروح كونجيلاتور تقعد 3 ايام في الفريجيدر لانها فيها الطاقه حبت تفوتوا 3 ايام غير رموها في كونجيلاتور لان راح ندير لكم واحد النقاطي تتاكسد هذاك البيض العجينه تتغطى وتروح تخليها تخليها تريح قلنا هذه العجينه نقدروا نخدموا بها مملحات وكذلك السكري كذلك نقدروا نخدموا بها تاع 250 غرام تاع فارينه 125 غرام تاع مارغرين ماني صفار بيضه حليناه بربع مغارف تاع ماء يكون من الاحسن بارد نحلوا هذاك الصفار تاعنا ومن بعد نلموا به الخليط وفيها مغرف تاع ملح يا اخي هي حقه صغيره برك ملعقه صغيره تاع ملح الناس اللي يحبوا يديروها السكري يضيفوا ملعقه تاع سكر كلاسي سكر نعم ان كون يزيدوا لها كريستاليزي تجي يابسه اكثر وهما ليهم لو شوا حبوها تقرمش بزاف يديروا سكر تاع القهوه عادي حبوها نعم شي تضربوا تضرب فوالا هذا واش حبيت نفهم شي يابسه ما تقدريش فوالا كان هذيك ديرك يلصق فمك فيها يتكسر تخسر كاش واحد داير فم ولا يقعد تما يقعد تما حبوها مالحه كما قلنا شويه سوا شويه زعفران وكركم سوا شويه كمون زعيت رائع شاب تزيدوهم تتنسم لاباط ديالك فوالا نروحوا للحشو لهنا انا الحشو لهنا حبيت نعطيكم اين ايدي لكن نتوما في الدار تحبوا بالخضر بالدجاج بالفايده كاع انا كي ندير هذه سابه فوالا هذه هي كي يكون عندك لي فون تقدري ديري كلش لهنايا واش عندي عندي صدر تاع دجاج طيبته في مارق المارق واش فيه في حبه بصل سناتهم ملح فلفل كحل كركم وريقه رند وزعتر طيبته نورمال في مارق ابيض عادي بعد ما طاب الدجاج هذا المرق واش درت كي طاب الدجاج نحيته فتتو وخليت المرقه تعقد لي تعقد لي حتى قعد لي داك البصل وشويه مرق ما نرميهش لانه نحس البنه كامل راهي هنايا البصل هذاك وشويه مرق ابخي قيس كاس تستحضوا به ما تخلوش المرق كامل خلوه ينشف ينشف حتى تحصلوا على كاس من المرق ناخذ هذاك الصدر تاع الدجاج اللي كنت فتته طيبته في مرق قلنا فيه بصل سناتهم ملح فلفل كحل شويه كركم وزعتره والرند هلا ندير هذاك المارق اللي خليته فيه البصل ايتو عقدته باش يزيد لي البنه لانه حندير لهم السلق ونعرفوا السلق فاد وحده يجي صامت شويه دونك خليت خيرت نزيد له هذا البصل هذاك تاع دجاج باش يزيد له بنه احسن ما نزيد نروح ندير حبه بصل واحده اخرى لل نزيد حبه بصل واحده اخرى لل للسلق ولا ندير له ثوم ولا هلا واش حنسحق ثاني نسحق 3 حبات بيض نص كاس كريمه سائله ونص كاس حليب وفخوماج بيان سور سميه راني نكتب عاودوا لي وشنو ما كملتش تقروهم ما فهمتش هذا السؤال وحده يقول لي عاودي لي العجينه نعاود لكم العجينه يلا كتبوا بالعقل عندكم 250 غرام تاع فارينه 250 غرام تاع فارينه 125 غرام تاع مارغرين ماني و صفار بيضه فقط نحلوه بربع مغارف تاع مغرف تاع ماكله كبيره يكون تاع ما يكون بارد نحلو في هذاك الصفر كيما شفتوها دارت
ومن بعد ضافته للفارينه مع المارغارين. بعد ما دخلت هذيك المارغارين في الفارينه، المارغارين دخلناها في الفارينه وكانت كاينه مغرف صغيره تاع ملح زدناها لها، دخلت المارغارين في الفارينه باش لمت بهذاك الخليط تاع البيض والماء، هذا ما كان لمتها. روحوا معها بالاقل تشوفوها قالتكم بلي تحسوها بلي ما تلمتش، لكن روحوا معها بالاقل تلم لكم وما تتعجنش تتلم. ومن بعد بالكف تاع اليد تاعنا نسيو نفتحوها فوق الطابله، ولا بالكف تاع اليد تاعنا نستعينوا بالكف تاعنا، هذا ما كان. ورانا مخليناها تريح باش نديروا بها. هذه الطريقه نستعملوا بها للملح والحلو، اللي يحب يزيد يديرها غير الملح يعني ما يقسمش هذه الكميه، ولا يستعملها هذه الكميه يستعملها في الملح وفي الحلو، يديرها للملح فقط، يضيف لها منكهات اللي هما قلنا شويه في الكحل شويه زيت راه هكذا كركم ولا كمون، كركم ولا كمون واعشاب عطريه فقط، ولا اعشاب عطريه زعتر خبز. فوالا يلا احنا بالنسبه للخليط اللي قلنا درنا صدر تاع الدجاج فتتناه طيبناه في المارق، المارق هذاك واش كان فيه؟ كان فيه شويه كركم، بصل، سنه تاع ثوم، رند، وزعتر، هذا ما كان، ملح فلفل، ملح فلفل الكحل. طيب نحتا اختار، ومن بعد يعني حتى عقد، ومن بعد نحينا هذاك الزر تاع الدجاج فتتناه ومسحقينا المرق تاعو بعد ما عقدناه، زدناه للدجاج عقدتو تري بيان وزدتو للسلق. الا ما كانش ما حبوش يديروه غير بالسلق، السلق اي سونطو بليجي يديروا له حبيبه الظل في الماتوم تولي يعاودوا يدوزنوه، لكن انا ما رميتش هذيك المريقه، استفدت منها زدتها للسلق خير ما نزيد نطيبو اون اوتر فوا. فوالا لهنا قلت لكم نسحق البيض 3 حبات. فوالا دابا حد فيهم الخليط ولا نضيفهم للخليط؟ اه هاد الخليط نسموه اباغاي اكيش، هو اللي نعمروا به الفرن. اه فوالا تحتاجي 3 حبات ولا 6؟ 3 قلتي 6 قلت 6 اه انا كي قلتي 6 اللي هاد شوكيت قلت خلاص غنبدلو غنتشرو صعيب ديجا بيضو غالي ما داريش كيف الناس. فوالا شوفوا لهنا قلت لكم 3 بيض، عفوا غلط، وعندي نص كاس حليب ونص كاس كريمه سائله. لهنا كريمه سائله تحبوا تستغناو عليها ديروا كاس حليب كامل وزيدوا له ملعقه صغيره تاع مايزينا، لانه شوفوا الكريمه سائله عقده بغطوا الحليب، كون ديروا الحليب حيشمخ لكم العجينه وتجي تجي مشمخه الكيش تاعنا. دونك لهنا حبوا انا درت نص كاس كريمه سائله نص كاس حليب و3 حبات بيض. حبيتوا تستغناو على الكريمه السائله ديروا ديريكتومون كاس حليب وملعقه صغيره تاع مايزينا باش يعقد لي شويه هذاك، ولا نديروا ديريكتومون كاس تاع كريمه سائله؟ نقدروا نديروا ثاني كاس كريمه سائله بصح يجينا صون لي يقهم شويه الكيش تاعنا. مع 3 حبات تاع بيض ندير له ملح فلفل الكحل، ما نكثرش الملح لانه يعني حندير الفخوماج. فوالا نخلط هذا الخليط، قلت لكم هذا الخليط يسموه اباغاي اكيش. سمية قولي الشيف نادية تخمم فينا احنا مرضى السيلياك، يلا قلنا البارح قلنا ماذا بينا يعني نعطوا وصفة لكل الناس اللي مرضى السكري مرضى السيلياك، كاين بزاف ناس كل واحد يعني وعنده مرض ما يقدرش ياكل هذه ما يقدرش ياكل هذه، لكن يعني واش كنا نهضروا على احترام المهنة، يعني كل شخص يحترم مهنة الآخر، فطبيب التغذية أو أخصائي التغذية ماشي راح يجي في كلاس الشيف والشيف نفس الشيء. تخاف الشيف تعطيكم يعني وصفات ولا نقول لكم نقدر ندخل مثلا لجوجل ولا اليوتيوب نلقى عفايس؟ تخاف باسكو ماشي جوجل ماشي كله صحيح، معظم المعلومات كاذبه فيه، فنخافوا يعني نعطيكم وصفه نقولوا اه هذه مفيده لمرضى السكري، احنا انا ماني طبيبه هي ماهي طبيبه، فمن الاحسن شغل الوصفات العاديه وانت استشيري اخصائي التغذيه ولا طبيب تاعك ولا وتاع الجلوتين شغل عندهم هذه حساسيه من الجلوتين بزاف واعره اه انا نخافها. دونك ما تقدريش تقولي زعما نحي غير الفارينه ولا تلقاها في كل المكونات؟ ديجا يقول لك ريسيبيون زعما اللي درت فيه انا فارينه هذا ما لازمش المرضى تاع الجلوتين ياكلوا فيه. كي يكونوا حيطيبوا مثلا انا لهنا خدمت بالفارينه لازم يتعقم هذا لو بلون باش يخدموا بالفارينه تاع بدون جلوتين، دونك انا نخاف ماذا بيا لو كان نفعتكم، لكن الله غالب نخاف. فوالا لهنايا لاباغاي اكيش تاعي راهي واجده، واش ندير؟ نفرغها فوق هذاك الحشو، قلت لكم الحشو لهنا يبقى اختياري، خضار، لحم، دجاج، حوت يبقى لكم اختياري،
وشنو واش ديروا؟ زيدوا له هذه الكريمه سائله والحليب. هلا نخلط الحشو تاعي. هلا لازم تسلقي تخلو مليح هذه الكريمه سائله. انا فاش نحب كريمه سائله تمد لي طراوه صح، ويجي مشمخ الخليط ديالها صح، وما يجيش مشمخ مشمخ فوالا. يلا نستقبلوا اتصال. الو 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 الو، مساء النور. مساء الخير، واش راكي؟ راني غايته بيه الحمد لله. حسيت روحي بلي كي راقده وعيطنا لك. لا لا، واش راكي؟ شكون معايا؟ معك دنيا من الصغار. شكون؟ الو الو، واه معك دنيا من مسغانم. دنيا من مسغانم هكا؟ واه مرحبا بك دنيا. اشي غاية؟ الو الو، وي دنيا كي تسمعي فيا؟ الو، يلا يقولوا انقطع الاتصال. يلا يقولوا لي انقطع الاتصال. تحيتنا ليها والولايه اللي تصلت منها على ما اظن مسغانم. يلا نرجع للكيش بلا ما نطيبوها، نديروها ديريكتوم في. شوفي انا يا لهنا جو سوي سيغ بلي لاباط هذه ناجحه والحشو شغل نعرف له. كاين اللي كيقول لك كي ندير هكا خضر فوق الخضر يتشمخ، لكن من بعد كي حدوقيها تعرفي بلي ماهوش راح يتشمخ. ما نخافش عليه، لان ديتي بروفيسيونيل، خلي لينا حنا لي زاماتور. فوالا مثلا كي تخدموا هكا العجينه واش ديروا؟ ديروها تريح واحد 10 دقائق ربع ساعه في كونجيلاتور باش هذيك المارغرين تعاود تجمد، لانه كون ديرها هكا سخونه في الفوغ واش يصرى لها؟ سخانه مع سخانه تحبط، لكن كي تكون جامده حيصرى هذاك لو شوك ما تحبطناش. هذا نحكي للناس اللي يحطوا لهم لي كيش كيديروهم يطيبوا. نديروها في قسمه تنشف لنا 10 دقائق ربع ساعه، تشوفي هذا السطح نشف، لي كوتي نشفوا، ماشي طابو نشفوا فقط، تجبدوها ديروا لها الحشو وتكملوا لها طياب. قلت لنا في كونجيلاتور في الكوشه كي نديروها في كونجيلاتور، ومن بعد باش ندخلوها للفوق 10 دقائق ربع ساعه. خب كي نخدمهم هكا، راني خدمتها الصباح ودرتها في كونجيلاتور باش ما تحبطليش في الطياب. ومن بعد نديرها طيب لي حب مثلا لي على حسب عقلي. علاش؟ لانه كاين ناس باك تجيهم ميدي هكا. كي نحب نطيبها نص طياب ندخلها نطيبها على بياض 10 دقائق ربع ساعه تنشف فقط فوالا، ومن بعد نجبد ندير لها الحشو فخوماج ونديرها خير. حبيتوا ديروها الطريقه ديروها الطريقه هذه اللي كتحكي عليها، نطيبوا من قبل شويه لاباط. الا درنا هنا غير حليب من المستحسن نطيبوها باش ما يتشمخناش. لكن كي ديروا كريمه سائله ما تخافوش ما راهيش رايحه. يلا شوفي لي كيش اللي نشروهم برا كامل نتحداهم انهم يطيبوا من قبل لاباط، ما عندهمش الوقت تشري باتيسيا برا، يطيبوا كلش هكا على خاطر. شتي كيش اللي برا بنانا نادي شتيهم ما فوالا. انا نحب لي كيش تاع يعني تلقاي فوالا. نعمر الحشو لهنا، نعمر الحشو ولازم ندير هذاك الليكيد اللي خدمته تاع البيض والمرق باش ما تجينيش ناشفه على كيش ديالي. فوالا فوالا نعمرها. شوفوا لهنا ثلاثه ربطات تاع السلق دبلتهم في المقله مع تقريبا ماشي صدر كامل ناقص منه شويه، دارت لي اون كيش. وان كيش هذه كبيره ما تشوفوهاش صغيره، راه بزاف كبير هذا. هذا في رمضان تكفي فوالا. يلا طريقة سهلة اقتصادية لاباط نقدروا نحضروها في البيت وما تشدناش الوقت. بعد ما نادية بعد ما نخلوها ترتاح قلتي على الأقل 10 دقائق يبداو يخدموها. تخيل عندهم الوقت مثلا يخلوها نص ساعة. تخيل كي نفرشوها نديروا لها مايزينا ولا فارينا؟ فارينا، أنا راني جايبة الفارينا هاي لك دوك لك فانا الوقت نوري لهم كيفاش يحلوا ويحطوها. نروحوا باك لهذاك المكعب دجاج هو ربما شد لك الوقت. فوالا نديروها طيب 20 دقيقه لو طون طيبنا لاباط وينشف هذا الحشو. فرماج بيان سور من الفوق، تحبوا تستغناو عليه تحبوا تخلوه، لكن نتوما راكو تعرفوا حنا نحموتو على الفرامج. هلا والفرماج يعاونك باش تحمر لك لاكيش من الفوق. ديجا فيها البيض يعني راح تحمر تحمر. لهنايا كاين اللي يقول يبعثوا لي يقولوا لي شنو هو الفرق ما بين كيش وتوخت. لا توخت يقدر يكون فيها غير سلق وبيض ولا سلق وكريم فريش، لكن كي يكون بيض مارق دجاج سلق كريم فريش وفرماج تتسمى كيش، يسمى فيها كاع المقادير تتسمى كيش. هذا هو الفرق بيناتها. انا حاسه ما عرف لا كيش لا توخت تاع ناكل خلا ناكل تشبه لا تاخذ تشبه لا. يلا باش يعرفوا الفرق كاين الناس تقول يعني دايره. انا كاع نسميهم كيش، انا كاع سميتهم كيش في الدار. جيني ثقيله هذيك توخت نقولها بوغ موا تارت سي ساك سي سوكري. نديروها في الفور طيب. الفور بيان سير سخنتوها من قبل. يلا شحال تكون درجة الحرارة نتاعك؟ 180 درجة.
180 درجة واش كي 20 دقيقة تلقاها طابت. لا يلا قلنا 180 درجة واحد 20 دقيقة هكذا 20 25 دقيقة يطلع عليها فوالا. تنشف العجينة والحشو ما فيه والو، راه فيه غير البيض اللي ماشي طايب، سينو الباقي كلش طايب. فوالا يلا نروحوا المكعب الدجاج اللي كنا درناه. تعليقات راح لي باش ما تقولش ماهيش تقرا في التعليقات، ما عنديش لا كونيكسيون، نروحوا لي كامل لي كومونتير ولا باش علاش نبدا عينيني بهاتفي ما عنديش لا كونيكسيون. كيقولوا راني نسي ندخل ونعاود. هاي اكرون نوار، ما عنديش، راني نوري لهم بلي ما عنديش لي كومونتير، ما تقولوش ماهيش تقرا، ماهمش عندي لي كومونتير لا غالب لا كونيكسيون. يجو نقرا شويه تعليقات لانه اليوم يعني كاين شويه يعني فيديو نقدروا نقراو تعليقات. فوالا ميرسي يوسف يقول لي جاتك شابه الشميزي ومام الفيره تاعي، الفيره الرائعه تاع هجيره، متعه الفاير هجيره تركيه اكيد في اليوم في التجميل معنا. فوالا شوفوا لهنايا نحوا هذوك العظومه، نحوا الرند زعتره والجناحتين نحوهم ابار لهنا. تحبوا هذوك الجناحتين تنحوا لهم الدجاج وتضيفوه لهنا، ماشي ضروري، حنا دينا المرقه تاعهم ودينا قلت لك هذيك الجيلاتين الطبيعي تلقاوه لنا في المرقه. تحبوا تنحوا لهم شويه هذاك الدجاج وتميكسيو معاه، تحبوا تخلوهم ديروا بهم حاجه واحده اخرى. ليسونسييل تنحوا القرفه والعظام وهذاك الرد. فوالا فوالا شوفوا لهنايا تخلوه يطيب حتى تبقى مرقه خفيفه قسمة تقدروا تميكسيو الخضار ديالكم. حبيت فوالا يلا نستقبلوا اتصال نادية ونديروا الروبو. يلا الو 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 مساء النور. مساء النور. الو وي مساء النور، مرحبا بك. شراك اختي غايه لاباس؟ والله الحمد لله، وانت كي راكي غايه؟ الحمد لله. تمالكم غايه؟ الحمد لله يا رب. شكون معايا منين؟ معاكي ام سندس من تلمسان. مرحبا بك ام سندس وكامل ناس تلمسان. شراكي اخت سميه كي غايه؟ والله الحمد لله يا رب في نعمه. الشيف ناديه راهي مليحه؟ الحمد لله يتبارك فيك. عليكم لا راكم منورين الشاشه وراكم مبدعين، الله يبارك. شكرا لك حبيبتي، شكرا. تعيشي. بغيت نطلب من الشيف ناديه معليش. اكيد تفضلي، يتسمع فيك ناديه. مساء النور. مساء النور شيف ناديه، شراكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، انتي بخير؟ لاباس الحمد لله. انتما غايه؟ الحمد لله يا ربي. شيف نادية ممكن ديري لنا حريرة تلمسانية؟ حريرة تلمسانية عندي واحد 15 يوم درت حريرة تاع الغرب اون جينيرال. ممكن تعاوديها لنا وتقولي لي غير المقادير؟ انا والله ماني شافية على المقادير. يلا شوف باش نعطيك دوك المقادير ربما الوقت تقدري تشوفي اليوتيوب. ام سندس للاسف يقولوا لي انقطعت المكالمة. ام سندس اذا تقدري تشوفي اليوتيوب دوك نطلب من مريومة الا قدرت يلحق لي الميساج، خاطر ماهيش عندي الكونيكسيون. نعطيك التاريخ. لا لا انا نقولها الا كاين ديفيرونس على الحريره تاع الغرب تاع تلمسان، كاين ديفيرونس على تاع شويه نسيو نديروها في رمضان لانه سحقوا الحريره. فوالا ولا الحريره اللي درتها المره اللي فاتت هاي تلقاها في اليوتيوب. فوالا لهنا كنت نخدم غير باش ما نقدرش ندير روبو. هيا قلت لها ما نخلي هاد الجناحتين يروحوا هكا. تاع داك خلص لك ولا واش ندير؟ نرحيها وتري تنحيلي شويه دجاج ولا ترحي وفتحيها. هاي ما ترحيش واش ندير؟ خلص خلطي هذاك. فوالا دوك نقول لهم تما واش درت. هذاك الخليط هو اللي حيعقد لي هذه المكعبات تاع مرق الدجاج. تفكر الحمد لله انا مضاربه على المباشر ما نلحقش. قولوا لي علاش باسكو هذه تاع لا شيميس تاع الصفات شتيتهم تما يا ما شحال واعرين وانا خارجه من الروبو يطرش ياك الشغالين. هذه راح تقول لكم واش فيها. نقول لهم نرحي فقط. يلا نحيت شويه الجناحتين هذوك الدجاج. نحو الدجاج من جناحتين اقتصاد ونحكم الروبو ونميكسي. شوفوا انا مانيش مخليه مرق بزاف، مرقه قليله فقط، تخلوها طيب حتى يتحرحروا هذوك العظام وهذوك الخضار خلاص يتحرحروا كامل. تميكسيوها مليح بالبغا حتى تولي رطبه. سنين دمنا عليك. يا
هم مليح حتى يولي الخليط رطب. الا خفتو ما يترحالكم ولا الروبو تاعكم ما يرطبش مليح، واش ديروا؟ تجوزوهم في هذيك الرحيوه تاع لي دوزي دور حوهم بالروبو، اي روبو تقدروا ترحوا به ماشي شرط هذا البرق. نروحوا ليتاب دوزيام. درت كاس زيت وكاس فارينه، درت الزيت لهنا مع الفارينه وخليناهم يتحمصوا حتى يولي يغلي لكم هذيك الفارينه طيب باش ما تجيش البنه تاعها في الطياب. نروحوا لي زيبيس. يلا الحريره 14 مارس 2022 سيده اللي اتصلت مريومة. ها حوجي ما عرفتش كاع ما راهي صور جسما. هلا بعد ما رحينا هذاك الخليط، الخليط الثاني واش فيه؟ فيه كاس زيت وكاس فارينه، درناهم يغلو. شوفوا لهنايا حتى الفارينه شغل تولي تغلي يطيب لنا الخليط باش ما يجيناش صامط هذا الخليط. هلا بعد ما غلاو تخي تخي بيان واش نديرو؟ نروحو للملح. الا درتو ضعف هاد الكميه ديرو زوج ملاعق تاع ملح، لانه ماناش دايرين الملح. انا لهنا درت كميه ماشي كثيره، حندير ملعقه تاع ملح. نقص للنار ملعقه، ما تقولوش لي زيبيس بزاف لانه هذا مكعب ومن بعد حتدو غير كميه قليله منه. نص ملعقه فلفل الكحل. شوفي جوز الطيب وانا مخبيتها، خديما تذبح لنا جوز الطيب مخبيتها هنايا. لهنايا عندي القزبر، الكزبر ولا كزبر ولا نص ملعقه ثاني. هلا فلفل الكحل الكزبر نص ملعقه، الكمون ثاني نص ملعقه. دوك نقول لكم شنو هما اللي نديروهم ملعقه. هلا الكركم هو اللي نديروه ملعقه مع السكنجبير. السكنجبير ما نعمرش الملعقه لانه هذا تابل شغل تاع دجاج، حنطيب به فايس تاع دجاج ايتو. دونك الكركم يمشي له بزاف. ملعقه تاع كركم، ملعقه كبيره ماشي صغيره. فوالا ماهيش كميات كبار لانه ما درناش كامل لي زيفيس في الطبخ الاول. وسكنجبير شوفوا ملعقه لكن ماشي معمره باش ما يجيكمش حار بزاف. نص ملعقه بصل بودره ونص ملعقه ثوم بودره. فوالا وشويه تاع العكريب باش يمدلي برك شويه على كولور فقط. فوالا ونص ملعقه توابل دجاج اضافي نقدروا نستغناو عليه. واش ندير؟ نخلط هذا الخليط، نحمص شويه لي زيتيس مع ديك الفارينه والزيت، كاس زيت كاس فارينه. فوالا يلا نعاودوا لي زيتيس في الكونجيلاتور تحبي توريه لهم. وجدنا كامل لي زيتيس. شوفوا نص ملعقه كمون، نص ملعقه قزبر، نص ملعقه فلفل الكحل، نص ملعقه ثوم بودره، نص ملعقه بصل بودره، نص ملعقه تابل تاع الدجاج، رشه تاع عكري، ملعقه سكنجبير وملعقه كركم وملعقه ملح. هذا يلا هادو مكعبات الدجاج. شوفوا راهم ديروهم في موسيليكون هاملي كي ديمولاو. فوالا تحطوهم في ساشي في كونجيلاتور وتجبدو وطيبو. واني دايره واحد في مول اغراتا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يقطعوه فقط الا حبيتي. انت كي تبعتي فيا باش نجيب شغل حشمتي باش تقولي روحي جيبي. الا حبيتي توري لهم. ها فوالا عم بالي لا تخت هذا. واش ندير؟ هاد الخليط تاع الخضار نبدا نضيف فيه لهاد الخليط تاع لي زيبيس ونحرك. يلا قلنا هذا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يحكموا موس ويقطعوها مربعات كيما نشوفوهم يتباعوا. هذا مرق الدجاج يوسف يسقسي شنو هذا باش لا ياكل ولا ما ياكلش. غاتا ويحمل معلاه بلاتي سوميه.
هذا ماشي غراتان، هذا مرق الدجاج. لا هذيك هذيك الخضره اللي ريحتها ضفت على داك الخليط تاع لي زيبيس والزيت والفرينه، ونقعد نخلط ونخليها تنشف لي من الماء. كي تنشف راهي رايحه تعقد. شوفوا ديجا الخليط بدا يعقد، كان خفيف، شوفوا بدا يعقد لنا. نخلوه لهنا فوق النار، وشنو اللي عندكم حاجه ثقيله، انا هذه اللي هنا ثقيله نخليها، ونخليها راهي تعقد حتى تولي تبقبق لكم، تولي طير شغل من الطنجره تاعكم ولا من المقله، تما تعرفوا باللي الخليط تاعكم راهو واجد. بعد هاي يحطوها على المستوى السيليكون هكا، يعمروه ولا يحكموه هكاك بلاطو، يفرغوه في كيس بلاستيكي ويحطوه في بلاطو، يخلوه يجمد 3 سوايع ولا 4 سوايع، ويقطعوه ويحطوه في بلارات ولا دي ساشي، ولا يجبدوه ويطيبوه بخير يلحقوه. يلا نعاود لكم فقط طريقة ثانية باش نخرجوا فاصل. طريقة ثانية قلنا درنا كاس زيت كاس فرينة هكذا، كاس زيت كاس فرينة كان فيه لي زيبيس، عطيني اللي فيهم نص وعطيني. قلنا فقط استني نشوف لاني متفكره ولا لا، الكركم والسكنجبير هذا مغرف كامله كركم، وهنايا مغرف تبشي معمره شويه، الملح كذلك مغرف كامله، نص مغرف عكري، رشه فقط العكري، رشه عكري باش تاخذ لنا اللون. وشنو هذا؟ كمون. كمون نص مغرف، قزبر والكمون، هذا قزبر والكمون، نص مغرف نص مغرف، نص مغرف فلفل الكحل، نص مغرف توم بودره، نص مغرف بصل مجفف، ونص مغرف توابل الدجاج هكذا. شوفوا لهنا كيفاش راهم يعقدوا، كي عقدت لنا ونشف من الماء راهي شغل تولي عصيده، تتنحى لكم مطنجره وحدها. فوالا هاي لك، شوفوا لهنا تتنحى وحدها مطنجره، معناتها الخليط تاعنا راهو واجد. نحكم هكا ملاعق ونعمر، ولا نديروه كيما قلنا في بلاطو. يلا هذا هو المرق الدجاج والكيش كنتوا شفتوها معنا، فاحنا نخرجوا فاصل اشهاري باش نتلاقاو بكم على طاوله التقديم. يلا مشاهدينا عاودنا ولينا لكم على طاولة التقديم بعد ما حضرت معكم، شفنا دي اكيد الاطباق اللي حضرتها لكم لها اليوم، مكعب الدجاج والكيش. نادية يعطيك الصحة. يعطيك الصحة انت يا سومية، اطباق خفيفة ظريفة لكن تلقاوها في رمضان ان شاء الله. الكيش تاعنا هاي لك قدامكم، بنة تاعها رائعة، جو سوي سيغ بلي رائعة، لأنه نموت على هاد لاباط تاع الكيش والمكعبات تاع المرق تاع الدجاج ديالنا، بزاف صحيين 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 حتى ما تقدروش تقولوا شحال. وشفتوهم طريقه سهله، يشدوا هكا شويه في اليد لكن طريقه سهله، ما تخلوهمش هكا لانهم ما فيهمش ماده حافظه حتشدهم لكم، ولا كاباب يعاودوا نقول لكم شويه في الكونجيلاتور تجبدوه وتعملوهم. شوفوا ما عنديش كونيكسيون، ما عرفتش شكون وصلني ندير له اهداء، لكن ما عنديش كونيكسيون، ان شاء الله غدوه ان شاء الله ندير لكم. لكن عندي اهداء لجارتي قماط فضيله، ندير لها تحيه ليها وكامل ولادها. تخي بيان، وانا الحاجه توصل فيا قالت لي نسي بالانيفرسير تاعو اليوم صديقي رضا، هكا راكم عارفين بلا ما نقول لكم، فجايز انيفرسير عيد ميلاد سعيد. ويوسف اش قلت لي؟ اياب وميليسا، مانيسا مانيسا واياب، عائلة ظريف ويمام سميرة. وي يمهم سميرة، نقول لهم صحة رمضانكم، وانا نقول لكم تبقوا على خير. غدوة ان شاء الله غدوة ان شاء الله بأطباق جدد واكيد وصفات جديدة. سلام ان شاء الله.